بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء اللجنة المشتركة، أعضاء اللجنة التشريعية وأعضاء اللجنة الداخلية والدفاع وأعضاء المكتب الفني على جهدهم الوفير، واللي ثمر عنا إنجاز هذا التقرير واللي قضوا فيه ساعات طويلة في الأيام الماضية، فلهم كامل التقدير والاحترام على هذه المجهودات العظيمة واللي أثمرت عن هذا الإنجاز. وايضا شكر الى الجهود الشعبيه اللي قام فيها اعضاء مشروع الشباب الاصلاحي في تبني هذه القوانين الاصلاحيه ومن ضمنها المفوضيه العامه للانتخابات. سمعنا الكثير من الملاحظات من بعض النواب وان هناك نواقص في هذا القانون او ان هذا القانون يمثل الحد الادنى، لكن مضمون الحالي هذا قانون ينظم سير العمليه الانتخابيه ويضمن شفافيتها. هناك نصوص تؤكد على أن الجداول الانتخابية ترجع إلى موطن الناخب الحقيقي، وأيضاً هناك ضوابط على الإنفاق على الحملات الانتخابية، وأيضاً هناك معالجة لمن عوقب في قانون المسيء والذي يمثل يعني عيب سياسي في دولة مثل الكويت تنعم بديمقراطية وعندها دستور يكفل الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، وهذا الدستور مضى عليه أكثر من 60 سنة. لأول مرة إحنا نشوف أن تلتقي الإرادة الشعبية مع الرغبة النيابية في إنجاز هذا القانون، وأن هذه الإرادتين الشعبية والنيابية قاعد تثمر عن إنجاز قوانين الإصلاح السياسي الذي طال انتظارها. إحنا نتأمل إن شاء الله أن في القادم من الأيام أن هذه الجهود تستمر مع بداية دور الانعقاد القادم لاستكمال قوانين الإصلاح السياسي واللي هي مفتاح الحل لكل المشاكل اللي يعاني منها البلد. قوانين الإصلاح السياسي ينقصها الكثير. إذا إحنا أنجزنا قانون المحكمة الدستورية وإن شاء الله راح يتم إنجاز قانون مفوضية، إلا أن هناك مع بداية دور الانعقاد القادم هناك استحقاقات سياسية تتمثل في النظام الانتخابي وقوانين الحريات وقانون أمن الدولة، وأيضا مدة رد الاعتبار لمن فقد حقوق المدنية والسياسية بفعل قانون لا يمت للنظام الديمقراطي بأي صلة، ولكن هذا تعدي على حقوق مواطنين كان تهمتهم الوحيدة أن هم قاموا بفعل وطني وواجهوا الفساد، وتم عقاب هؤلاء الوطنيين من نواب سابقين وسياسيين وشباب بحرمانهم بقانون سيء جداً. نتمنى أن يتم معالجة آثاره في الوقت الحالي إلى أن يتم انتهاء منه في القادم من الأيام. كل الشكر مرة أخرى إلى أعضاء اللجنتين، اللجنة الداخلية والدفاع واللجنة التشريعية وأعضاء المكتب الفني، وأيضاً الجهود الشعبية المتمثلة في أعضاء مشروع الشباب الإصلاحي، وشكراً للأخ رئيس.